قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. درت العديد من الفيديوهات حول تدخل الجزائر وإرساله لمساعدات وإرساله لفريق من الحماية المدنية الجزائرية. رديت أيضا في فيديوهات على الناس اللي تهجمتها على الحماية المدنية الجزائرية وتهجمت على مساعدات الجزائر وشكرت الحماية المدنية، لكن يا خوتي ما درتش فيديو حول الحماية المدنية، للأسف ما درتش فيديو. هذه الحاجة بقيت مع راسي قلت كيفاش ما نديرش فيديو على الحماية المدنية الجزائرية، خلي الناس تستفاد وتعرف وش تسوى الحماية المدنية الجزائرية، وهذوك الخنزين اللي راهم يتهجموا عليها راح يعرفوا مليح وش يسواو هذو الرجال تاع الحماية المدنية الجزائرية. طلب صغير فقط من عند خوكم شرف الدين، ما راكم خاسرين والو في خاطر رجال الجزائر وأبطال الجزائر. خليوا اللايك للفيديو هذا، خليوا الفيديو هذا ينتشر بين كامل الجزائريين باش يعرفوا معلومات حول الحماية المدنية الجزائرية اللي راهي متصدرة الآن. خلي اللايك تاعك خويا، وما تنساوش حاجة في التعليقات كالعادة، افتخروا بجزائريتكم، دايما نقولها لكم وراح نهبلكم بها، دائما افتخروا بأنكم جزائريون، هذه هي يا خوتي. ليكن في علمكم يا خوتي كما راكم تشوفوا هنا في صفحة الحماية المدنية الجزائرية، بعد 5 أيام متواصلة من عمليات البحث والإنقاذ عن الضحايا المحصورين تحت الأنقاض بتركيا، يواصل فريق الإنقاذ الجزائري بتركيا في الحفاظ على المرتبة الأولى، وهذا وفق إحصائيات منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية التابعة للمجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ، من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور بإجمالي 86 شخص من تحت الأنقاض، وكذا من ناحية عدد الأشخاص المنقذين على قيد الحياة ب 12 شخص في جميع العمليات الجارية إلى حد الآن. وكما راكم تشوفوا في هذه الصور، نعم الحماية المدنية الجزائرية كلاسات قبل تركيا، نعم راكم تشوفوا كلاسات قبل تركيا، دوك تعرفوا علاش وتعرفوا كيفاش وكلش يا خوتي، كملوا الفيديو معايا برك للأخر. نزيدوا نروحوا لصورة أخرى، نعم ها هي الحماية المدنية الجزائرية عندها 86 انتشال، بينما تركيا واللي هي البلد اللي صارت فيه الكارثة عندها 34. دوك تفهموا علاش يا خوتي، هاي صورة أخرى، يعني الحماية المدنية الجزائرية راهي متصدرة خي هكذا من الأخر. الآن نجي ونحكي شوية عن الحماية المدنية الجزائرية، كيفاش قدرت تتصدر وتركيا ما تصدرتش، ها كيفاش، علاش علاش يا خوتي، ما تسألتوش علاش، علاش الإمكانيات هذه كبيرة بزاف عند الحماية تاعنا، عند أبطالنا اللي نفتخروا بهم ويلزم نفتخروا بهم، ودرت الفيديو هذا باش نفتخر بهم، باش نزيد نفكركم يا الجزائريين بلي هادو أبطال. ليكن بعلمكم رغم تلقي مثلا تركيا العديد من المساعدات، واحد من 150 دولة قدمت لها المساعدات، لكن من بين هذه الدول كامل 21 دولة فقط اللي قامت بإرسال فرق الإنقاذ لها. لماذا؟ لأنه بكل بساطة شهادة المطابقة والاعتراف الدولي التي تحتاجها فرق الإنقاذ تصدر عن الهيئة الاستشارية الدولية المختصة في البحث والإنقاذ في الأوساط الحضرية أنصاراج. توجت الحماية المدنية الجزائرية بهذه الشهادة، يعني عندها هذه الشهادة تاع المطابقة والاعتراف الدولي، وتمكنت من الانضمام إلى فريق البحث والإنقاذ الأممي المنطوي تحت هذه الهيئة عام 2017، بعد إجراء فريق متكون من 86 فردا من مختلف تخصصات الحماية المدنية بالبحث، أيضا بالكلاب المدربة، مهندسي تقييم البنايات، الوقاية ومكافحة الأخطار الكيماوية، تمارين وتربصات تطبيقية داخل الوطن وخارجه تحت إشراف خبراء دوليين، وشمل مسار التكوين الذي دام أكثر من سنتين العديد من التخصصات منها المانجمنت البحث والإنقاذ، وهذه الحاجة ليحتاجوها بزاف في العمليات تاع إجلاء المصابين في الزلازل. الطب، نعم يا خوتي الطب ثاني،
يعني الحماية المدنية الجزائرية كي تدير الإجلاء تاعها وجيب الشخص هذاك مباشرة تبدأ تداويه. فهمتوا الآن؟ الإسعاف وكذا الإمداد، وبهذا من بين 90 دولة حول العالم، يعني من بين في العالم هذا كامل كاين 90 دولة فقط اللي عندها هذا الاعتراف، من بينهم 21 دولة دخلت في تركيا، والجزائر تصدرت من بين كل هذه الدول. باش تعرفوا القيمة تاع الحماية المدنية الجزائرية. الآن نجيكم وش الفائدة تاع شهادة الاعتراف الدولي، ما فائدتها؟ ليكن في علمكم يا الجزائريين أنه لو كان ما جاتش عند الحماية المدنية تاعنا هذا الاعتراف ما كانوش قادرين يتدخلوا بالسرعة هذيك. عندهم الحق أنهم يتدخلوا في أي كارثة بشكل فوري بشكل مباشر، بدون إجراءات، بدون يعني اتصال مثلا مع هذه أنصاراج تتدخل بشكل مباشر في المكان. يعني قبل 24 ساعة كانوا حاضرين ثم، كأنه ولا ما كانش، شفناها كامل بعينينا يا خوتي. لكن فرق الحماية الأخرين اللي ما عندهمش هذه شهادة الاعتراف ما يقدروش يتدخلوا إلا بعد 3 أيام 4 أيام من الكارثة، بمعنى حتى يموتوا كامل مساكن الناس اللي كانوا عالقين في الأنقاض. تسمى شفتوا يعني الأفونتاج اللي كان عند الحماية المدنية الجزائرية، اللي راحوا مسرعين اللي راحوا مسرعين. علاش؟ لأنه الزلزال يا خوتي يحتاج الإسراع، لازم تزرب فيه، سينو راح تفقد وتخسر أرواح كثيرة، وللأسف أرواح كثيرة رغم هذه السرعة ورغم هذا العمل ورغم كلش أرواح كثيرة فقدت. الله غالب، وش حدير زلزال؟ تصوروا يا خوتي أنه قرية بأكملها هدمت، سبحان الخالق، قرية بأكملها هدمت، يعني كارثة وخلاص. لكن الحماية المدنية تاعنا نفتخروا بها، ويلزم نفتخروا بها ونزيدوا نفتخروا بها. درت الفيديو هذا ايضا باش نرد على هذوك الناس اللي راهي تتهجم عليهم، هذوك الناس اللي راهي تقول علاش راكم تشكروا فيهم، هذا هو الواجب تاعهم. لا لا اخي العزيز راك غلط، هذا ماهوش واجبهم، واجبهم هو حماية الشعب الجزائري وفقط، واجبهم هذا ماهوش واجب، وانما داروها من مزيتهم، داروها بلا مزيتهم كما نقولوا، داروها كشغل داروا حاجة من أجل فعل الخير وفقط. ولو كان تروحوا تشوفوا الفيديوهات تاع رجال الحماية المدنية الجزائرية تفهموا مليح مليح هذا الشيء اللي راني نقوله الآن، باللي الناس هادو طيبين بزاف، باللي الناس هادو قلوبهم بيوضة، باللي الناس هادو يا خوتي يبكيوا بعد ما يجبدوا الأشخاص، يبكيوا يبكيوا الدمعة تطيح لهم يا جدك، الدمعة تطيح لهم باش تعرفوا شحال قلوبهم ملاح. لذلك لازم نفتخروا بهم، هذو الناس يستاهلوا استقبال أسطوري من قبل الجزائريين في المطار. كيجيو لازم على كل جزائريين يستقبلوهم استقبال أسطوري، ماشي الخنزين تاع الانستغرام والتيك توك يستقبلوهم استقبال أسطوري، وهذو رجال تاع الصح الأبطال تاع الصح ما يستقبلوهمش. لازم علينا يا الجزائريين نكرموا هذو الرجال، نمدوا لهم حقهم هذو الرجال، ورغم أنه حقهم كبير بزاف، نعم كبير بزاف يا خوتي، لكن أمواك شغل مدولهم شوية فقط من حقهم، نخليهم يحسوا باللي الشعب الجزائري أو قدر وش داروا، أو قدر وش داروا، رغم أنه كاين بزاف يعني ناس راهي تهدر باش تهدر وتقول لك علاش راهم يصوروا وعلاش يديروا هكذا. كيفاش يصوروا؟ كيفاش فهمني؟ كيفاش علاش يصوروا هذه؟ كيفاش علاش يصوروا هذا؟ يوثقون اللحظات، يوثقون اللحظات، ناس كامل راهي تصور تاع تركيا بعد راهم يصوروا. لكن هما لا لا يا خوتي، حسوا فقط الحماية المدنية الجزائرية، هذا ما كان العالم بأكمله الهم تاعه الوحيد في الحماية المدنية الجزائرية. يو تحيا الجزائر، وتحيا الجزائر، وتحيا الجزائر، وتحيا الحماية المدنية إلى الأبد، تحيا الحماية المدنية. كامل الجزائريين متفقين على حب هذا السلك والحماية المدنية من الأخر. هذه هي يا خوتي، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتم من المعلومات المهمة بزاف، والبرتاج الماكسيموم مع أصحابكم مع الناس اللي تحبوهم. المهم كثروا البرتاج باش نمدوا شوية حق لهذو الناس، باش نمدوا يعني شوية اذا نكرموهم شوية فقط لهذو الناس. هذا ما كان يا خوتي، والسلام عليكم، تهلاو. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.